المجلس السياسي في صنعاء يعلن فتح طريق 50/60 بمدينة تعز ويحمل الشرعية مسؤولية أي اعتداء على المسافرين. إليكم التفاصيل. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. أعلن المجلس السياسي الأعلى في سلطة صنعاء عن فتح طريق بمدينة تعز من جانب واحد لتخفيف معاناة المواطنين، محملا الشرعية مسؤولية عرقلة فتح الطرقات. وقال المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه قبل قليل: نعلن عن فتح طريق 50/60 في تعز من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخفيفا لمعاناة أبناء المحافظة. وأضاف المجلس السياسي الأعلى أن فتح طريق 50/60 في تعز جاء بعد التشاور مع اللجنة العسكرية الوطنية التي تبذل جهودا كبيرة لفتح الطرقات في تعز وعدد من المحافظات. وحمل المجلس السياسي الأعلى قوات الشرعية وحزب الإصلاح في تعز مسؤولية عرقلة فتح الطرقات وأي اعتداء على المسافرين الآمنين فيها وتبعات ذلك.